السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه جمال وكيما عملك. اليوم ان شاء الله بغيت ندير لكم واحد الريس ساهل وبسيط وتقدر اي مبتدئ ديرو. انا كنحاول كاع في الخدمه ديالي كاع اللي كندير كنحاول ما امكن باش نوصل لكم الفكره بواحد الطريقه اللي تكون سهله وبسيطه. غنحتاجوا لهاد الريس هذا الكروشي النمره 12. دائما البنات كيسولوني انا هاد النمره 12 كنخدم بها الخيط كيكون رقيق اولا غليظ، انا موالفه تنخدم بها اي خيط كما كان. غنحتاجوا هنايا مقص، وغنحتاجوا هنايا انا كنخدم الكسبه مباشره كما كتشوفوا الحرير ها هو على 4 ديال الشعرات، وغنحتاج العقيق. العقيق واللون ديال الخيط اختياري حسب الذوق. وقبل ما نبداو كيكون عندنا الثوب، رحنا ديجا حبكنا، انا حبكته حتى نخدم بالموطارد، حبكته بالموطارد. من بعد ما كنحبكو الثوب كنحزمو الخيط عاوتاني وكنديرو فوق منه عاوتاني. هنا ضروري فوق الحزمه كديرو غرزه حشو باش ديك الحزمه كترجع في الظهر كما كتشوفوا. غنعاودو عاوتاني غرزه حشو على هذا الشكل هذا. دابا غنلويو الخيط على الكروشي ديالنا وغادي نحسبو 1 2 3، وغادي نعمرو في هذه الغرزه هذه، غنعمرو فيها 4 ديال الغرز عمود. هاد الغرز هادو راه سبق لي درت فيديو خاص غير بهاد الغرز الاساسيه ديال الكروشي. حنا دابا درنا جوج اعمده، ها العمود الثالث، غنعاودو عاوتاني غنديرو العمود الرابع كما كتشوفوا. من بعد ما درنا 4 ديال الاعمده غنجبدو هاد الغرزه هادي، وغنجيبو دابا العقيق. هاد العقيق هذا الكريستال النمره 4. النمره 4 كتجيني سهله في الكروشي، كندخلوها في الكروشي بكل سهوله باش كنخرجوا الخيط ديالنا كامل كما كتشوفوا. من بعد ما دخلنا هاد العقيقه في الخيط غنلويو عاوتاني الخيط على الكروشي ديالنا، وغنرجعو في نفس المكان وغنديرو عاوتاني 4 ديال الاعمده اخرين كما كتشوفوا. درنا دابا العمود الاول، غنديرو العمود الثاني. فاش تبغوا تخدموا هاد الدرس من الاحسن ديروا بحال هكايا باش كتسهلوا على راسكم تنيو هاد الجهه هادي اللي من هنا، باش كتسهلوا على راسكم كتعمروا هاد الاعمده ديالكم، ما كيجيكمش شي طويل شي قصير، كتجيكم الخدمه ديالكم مقاده. حنا دابا درنا 3 د الاعمده، غنعاودو نديرو العمود الرابع كما كتشوفوا على هاد الشكل هذا. دابا غنحسبو عاوتاني ها 1 ها 2 ها 3، نمشيو العمود الثالث كما شفتوا. ها هو هاد الدريس ديالنا، ها هو كيجي الشكل ديالو زوين. غنعاودو عاوتاني. ممكن هنا واحد الفكره، دابا ملي غديروا الدريس بهذا الشكل هذا، انا راه سبق لي ودرت درس شبيه ليه، غير هو انا هنا درت هذا الكريستال بيناتهم كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، كيجي العقيق غير هنا بيناتهم كما سبق لي وذكرت في هذا الدرس هذا. راه هذا الكريستال هذا النمره 6، وبالنسبه لهذا راه النمره 4. ممكن ديروا هنا عقيقه وتزيدوا عاوتاني حتى هنا بيناتهم ديروا عقيقه، مهم الاذواق كتختلف. دابا عاوتاني غنلويو الخيط على الكروشي وغادي نحسبو 1 2 3، غنمشيو للغرزه الحشو الثالثه. الا كانت السيده يديها مضيقه من هنا من هاد غرزه الحشو، دير تمشي للغرزه النمره 4. درنا غرزه العمود الاولى، العمود الثاني، غنعاودو نديرو العمود الثالث، ونعاودو عاوتاني العمود الرابع على هذا الشكل هذا. غنجبدو عاوتاني هاد الغرزه هادي، حنا غادي نجبدوها جبدوهاش بزاف. غنعاودو نجيبو عقيقه ديالنا. هاد الكريستال هذا النمره 4 ساهل في الخدمه، دغيا الكروشي كيمشي ويجي لينا فيه بكل سهوله وما كيتشنتف لينا لا خيط ولا حتى حاجه. دابا غنتنيو هذا كما قلت لكم على هذا الشكل هذا. هذا بالنسبه للسيدات اللي كيجيهم الديفو شويه في الخدمه، وغيلوي عاوتاني الخيط على الكروشي وغيجيو هنا وغتعمرو عاوتاني 4. درنا العمود الاول، هنا عاوتاني غنديروا العمود الثاني، هنا عاوتاني العمود الثالث، عاوتاني العمود الرابع، العمود الثالث، هنا غنمشيو داو العمود الاخير وهو الرابع كما كتشوفوا. غنحسبوا عاوتاني ها 1 ها 2 ها 3، غنمشيو لغرزه الحشو الثالثه وغنديروا فوق منها غرزه الحشو كما كتشوفوا. الدريس ديالنا هو كيجي زوين كما قلت لكم. الا بغيتوا ديروا عقيقه هنا بيناتهم ديروها، ما بغيتوش تكتفيوا غير بهاد العقيقه اللي كتكون الفوق. غنعاودو عاوتاني نلويو الخيط على الكروشي وغادي نحسبوا 1 2، غنمشيو لغرزه حشو الثالثه وغادي نعمرو فيها عاوتاني
ربعه. هنا الا كان عندنا داك الكريستال اللي هو شويه كبير تعمره، تقدر تعمره غير جوج. وانا هنا دابا مع الكريستال نمره 4 شويه كيكون شويه صغير عمرت 4. دابا درنا العمود الاول فوان، هالعمود الثاني الثاني، والعمود الثالث، العمود الرابع. ملي كنوصلوا للعمود الرابع كنجبدوا هاد الغرزه هادي، كنعاودو عاوتاني نجيبو عقيقه ونثبتوها. ملي كنجيبو عقيقه ندخلوها كما قلت لكم، هاد الكريستال هذا النمره 4 عاوتاني هنا غتنيو. علاش غادي تنيو؟ باش هاد البلاصه هادي اللي كتكون هنا في الجنب ما كتغلبكمش، كتجيكم مقاده كما شفتوا. ها هي كتجينا مجموعه، كتجي هاد الغرزه اللي خارجه من الحقيقه كتجي شاده نيشان في العمود، ما كتخليش ديك الفجوه كتكون كبيره. دابا العمود الاول، العمود الثاني، والعمود الثالث، العمود الرابع. كما قلت لكم ملي كتنيو راه الخدمه ديالكم كتجيكم متقونه. غتعاودوا تحسبوا واحد جوج ثلاثه. الا لاحظتوا هنا راه كتجي العقيقه هنا مزيره، راه ما كتجيش واسعه من هنا واسعه من هنايا، غير بطريقه سهله وبسيطه تقدر تجيكم الخدمه زوينه. نعاود عاوتاني نلويو الخيط على الكروشيه ونحسبوا عاوتاني واحد جوج ثلاثه. غنعاود عاوتاني العمود الثاني، والعمود الثالث، والعمود الرابع. ملي كنوصلوا للعمود الرابع كنجبدوا ديك الغريزه، ما كنجبدوهاش بزاف غير واحد شويه، كنجيبوا الحقيقه ديالنا ونردوا نشدوا ديك الغرزه، كنزيروها باش كنخرجوا داك الخيط ديالها بكل سهوله. كما شفتوا الخيط كتجبد لينا كامل. غتنيو عاوتاني هذا السميتو، اي حاجه اللي فيها العقيق كنفضل انكم تنيوها. علاش؟ باش ما كيجيكمش ديك الفجوه كبيره ما بين العقيقه وهذا العمود الاخر. كما كتشوفوا راه كتجي مجموعه، كتجي متقونه. دابا درنا داك العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، دائما في غرزه حش وحده كنعمروا هادشي كامل. العمود الرابع عاوتاني غنحسبوا واحد جوج ثلاثه. هاد غرزه حشو الثالثه حنا ثبتنا. كما كتشوفوا ها هو الدريس ديالنا ساهل وبسيط، وفي نفس الوقت كيجي الشكل ديالو زوين. ودائما تنقول لكم الاناقه دائما كتكون في البساطه، قد ما كانت الحاجه بسيطه قد ما كانت زوينه. صافي وغتبقاو غاديين مستمرين حتى كتكملوا دريس كامل اللي عندكم الكمام اولا القبط. من بعد ما كملنا الدريس ديالنا كما كتشوفوا كيجي هكذا هو الشكل ديالو. هاد العقيقه هذه كتحيد له داك الشكل التقليدي ديال هاد الصدفه، هذا كيكون دائري. هذه جاتو رضاتو على شكل هرم كما كتشوفوا، كيجي مقبب على شكل هرم، كيجي الشكل ديالو زوين بزاف وخفيف. وكما قلت حاجه بسيطه كتجي حسن من الحاجه اللي كتكون كبيره. هذا واخا درس اللي هو كما قلت لكم هادشي راه الدرس هذا راه من الارشيف التقليدي المغربي ديال الكروشي، ولكن حنا كنزيدو فيه الابداع ديالنا، كل وحده كتزيد الابداع ديالها كما بغات. كما شفتوا تاع الالوان كل وحده دير الالوان الذوق ديالها. وهنايا في الاعمده هنا راه عمرت 4، كيجي الشكل ديالو زوين بزاف. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله وتطبقوه في لي بياس نتوما اللي كتلبسوا جلالب او لقفاطن كما كانوا. ما تنساوش الرقم الواتساب ديالي راه في صندوق الوصف لاي اسئله او استفسار. واما اللي بغات تخدم اتصل بيا مباشره وانا غنجاوبها بكل فرح وسرور. بسلامه.